التسبيح والله انا يا ابو العمر مستمتع بكلامك. الله يطول عمرك يا جميل. هلا وسهلا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. والجن موجود عالم. موجود مثل مثلنا. نعيش معنا نتشكل ويتلون. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان الله يكفينا شرهم. نعم. يكفينا شرهم ويعطينا من خيرهم. لانه دائما المؤمن الانسان المؤمن اذا دعا الله سبحانه وتعالى في دعوة في المناجاة بينه وبين ربه دعا دعاء يقول اللهم سخر لي جنودك في الأرض وملائكتك في السماء. نعم صحيح. فأيضا في من الجن ما هو من جند الله، في من الجن ما هو المسلم، في من الجن ما هو العابد، في من الجن ما هو اللي هذا. وانت وردت القصة اللي قبل شوي، قصة اللي ساعده الرجل، هذه شغلة. أنا مستمتع بحديثكم كل اليوم وأعرتكم الاستماع وأعرتكم الانتباه للفائدة، لأنه الحقيقة كل كلامكم جميل وكل كلامكم يعلم الله ما هو إلا إضافة لي وللمشاهد الكريم من خلال تواجدكم. والله من طيبك. هذا شيء. الشيء الثاني اللي بالنسبة لأختنا نوال اللي تسأل الدعوة لوالدها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن الله يشفي والدها شفاء لا يغادر سقما، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد له عافيته. وأذكرها بآية كريمة جدا، وبشر الصابرين. هالآية الجميلة جدا اللي كلنا الحقيقة نمر عليها. فالصابر له أجره. عجبت لحال المؤمن في كله خير، إن صبته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. فهذه من المكافآت الجميلة اللي الله سبحانه وتعالى يعطيها عبده ليعلم صبره، ونسأل الله سبحانه وتعالى الأجر والعافية. وهذا بالنسبة للشفاء أو الاستشفاء بالصدقة. المفتي العام للمملكة العربية السعودية جتنا فتوى يمكن انتشرت قبل يومين أو قبل 3 أيام، والظاهر أنها عممت على كل وسائل التواصل الاجتماعي، أنه الصدقة مع الاستسقاء من أجمل الأشياء. ويمكن كانت فتوى الشيخ والصورة اللي حطها في مسألة الصدقة وفي مسألة الشفاء، والأخوان بعد ما قصروا تصدقوا علينا أيضا بحسابات الوقف اللي حطوها الآن أخواننا الله يعطيهم العافية في الكنترول، اللي صب عليهم بالخير أرقام الحسابات اللي في الشاشة. فشكرا لكل الجهود اللي تبذل من أجل إسعاد إنسان وخلق الابتسامة، ومن أجل الوقوف مع إنسان هو بحاجة أنه إحنا نقف معه. ما تتخيل نفسك لما تؤدي عمل جميل في يومك، وما تتخيل نفسك لما تؤدي عمل جميل في حياتك، كم حجم السعادة اللي راح يصيبك، كم حجم الفرح والانبساط لما تقدم عمل جيد في الحياة. فمن بالك لما تقدم عمل لمجموعة بشر يعيشون معك، شركاء حقيقيين لك في الحياة. فطبعا جبلنا وفطرنا على حب الخير، والإنسان مفطور على حب الخير. هذه شغلة. الشغلة الثانية طويل العمر، اليوم يعني الحقيقة من الحلقة الماضية كانت التساؤلات تدور، وكانت المطالبات أكثر الحقيقة حول حضورك، وحول أنه إحنا نتناقش معك في عدة قضايا وفي عدة أمور يجهلها المشاهد. أخونا أبو حاتم الله يطول لنا في عمره الحقيقة أنبرة للتنسيق معك، الله يطول في عمره. وأخونا أبو عبد العزيز أيضا نسقوا معك للحضور، وحضورك للفائدة. جاني السؤال البارح في الليل، والحقيقة السؤال هذا موجه لك. قال في حاجة يسمونها لعنة الكهوف، ويمكن يصاب فيها أغلب منهم حول الكهوف، أو أغلب من يبحثون عن الآثار ويبحثون عن هذا، لأنهم يدخلون في دهاليز مظلمة ويدخلون في دهاليز ضيقة. فيقول أنه بعض الناس يصاب بحالة مرضية أشبه بحالة الغيبوبة مع النفس، يكون عنده غيبوبة لكن التنفس عنده سليم، نبض القلب عنده سليم، لكن أيضا عنده غيبوبة، لا يتحرك ولا يرمش ولا يتكلم ولا يشعر بما حوله. وبعض الأحيان بعضهم يطول به المدة وبعضهم تقصر به المدة حتى يتوفاه الله. صحة هالمعلومة هذه يا أبو فهد؟ والله المعلومة دي أنا ما الحمد لله يا ربك الحمد لله حصلت طول عمرك. لا ما لا ما عمره الحمد لله حصلت لي. والله أنا أدخل في دهاليز مسافاتها بعيدة، وفيها يمكن دولة أنا سمعت يعني من بعض الكلام وكذا يقول كأنهم فيها أماكن يوجد فيها أشياء، في بعض الناس يحطون عليها يقولون فيها حارس، يمكن لمآرب أخرى، يمكن لمآرب أخرى حتى ما حد يجي للمكان ذا، يحطونها الناس يمكن عندهم شيء في الكهف حاطينه، لأن الناس كانوا يأول في الكهوف وكذا. لكن أنا ما مرت علي، ما مر عندي مقاطع مرسلتها لأبو الحمد لله داخل الكهف. الحمد لله كده ما مرت عليك، هلك موجود معنا الحين. هل في روائح بالكهوف؟
في روايح قد تؤدي بك الى الى انه في روايح نعلمك، لان احيانا احيانا ما حد دخلها، احيانا يكون فيها كثير من الحيوانات فيها، احيانا يمكن من لكن فيها روايح فيها ما في كلام، احيانا والله تتعبك تتعب ده. احنا دخلنا ام حشيوه ودخلنا ام قرشان في في حره خيبر، مسافاتها طول وحده 4 كيلو، فدخلنا والله ان فقدنا الاكسجين 4 كيلو سرداب اول شيء طال عمرك ماشي عادي، وبعدين يطمن تقول يبي يشق القلب والجبل محيط بك، لا ما في جبل، حره بالنفس حره ام حشيوه معروف 4 كيلو اكبر كهف في الجزيره العربيه، ويقال انها اكبر كهف في الوطن العربي. فدخلنا طال عمرك ويوم وصلنا اخره والله انه ضاق النفس، ما في نفس اغبار، وكنت سبب السابق علمت العيال كنت حرك الغبار وانه يبقى صاعد كما هو. ما تاخذون الاكسجين معكم زي الغواصين؟ لا ما ناخذ اكسجين، لان حتى تشيل اغراض مثقل عليك بالمسافه وتعبك وترهق، ففيها روايح احيانا تحصل عظام كثيره، عظام انا يا وادم من كل والله انك لا تقول لا كيف لا، يعني لو في مكان ان يدخل دركتن كبير قلاب تقول لي اللي جابها قلاب، لكن هي اكيد نقلتها السيول عبر الزمان والسنين وتجمع او انها كانت في هنا، لكن جماجم بشريه حيوانات غريبه يعني بكم هائل جدا، يمكن لو بقول لك تنصف الغرفه اللي احنا فيها الاستديو هذا اللي احنا فيه. فموجوده يمكن الروائح هذه تدي، وكل ما كان الكهف اضيق كل ما زالت الروائح فيه، لانه ما له متنفس ما له تهويه، قليل تحصل الكهف فيه تهويه ثانيه صحيح مغلق. فهذه من قصص الكهوف، لكن انا اتمنى يكون فيه مثل يعني هواه الجبال، واكتشاف الجبال تبغى لها مزيد من الاكتشاف، يعني يكون هناك فريق لهواة الجبال، جمعيات يعني او جمعيات ترعاهم، ويكونون يعني يوثقونها مثل اللي نشوفها الان في الفضائيات مثل ما قال ابو حاتم، القنوات الوثائقيه اللي خارج المملكه في وثائقيات، احنا في الشباب السعودي يكون في شركات ترعاهم او جهات رسميه ترعاهم، يوثقون مش في الجزيره العربيه صحيح من كائنات ومن حيوانات ليليه، وش يدور في الجبال في الليل وش يدور في الصحراء، لان هذه هي بيئتنا، ويبالها مزيد من الدراسات. انا على ما قال يمكن نقطه في بحر لا ولا شيء. طيب هل بديتوا؟ انا اتمنى لا هل بديتوا يعني الامنيات يا ابو فهد؟ الامنيات واجد، الانسان يتمنى كل يوم يتمنى ويحلم، لكن هل بدينا لتحقيق هالامنيه هذه؟ هل مثلا اجتمعت انتم مجموعه من الشباب وراسلتوا الجهات المعنيه؟ والله انا شوف انا ما اكلم جهه رسميه، لكن انا اقول اتمنى نحصل، والله ان شاء الله ان فينا بيرعون وفي اللي يفيد، وبعدين تضاف الى دراسه للوطن لتضاريس الجزيره العربيه والحيوانات الكائنات، يمكن في بعضها ما هي موثقه بالحد بالشيء المعلوم الواضح، واتمنى يكون فيه مثل كذا. طيب هل سويت مثلا حساب في التواصل الاجتماعي يا ابو فهد؟ انا متخصص غير حسابك الشخصي، يعني سويت حساب مثلا عشاق اكتشافات الكهوف مثلا، وخليت انه مجموعات ينضمون لك او المهتمين في نفس مجالك؟ والله انا تواصلوا مع فريق الهايكنج، لكن هم قالوا لي كلام يعني يختلف عن الشيء اللي فيه فائده، اللي فيه رغبتك اللي فيه لا ما في، يقول ناخذ مسير ونمشي ونطلع الجبل الفلاني يعني كمجموعه يعني مسافه بسيطه ونرجع، وقلت انا والله هذا الهدف منها مشي ماشي، قلت انا هذه ما استفيد منها شيء. طيب انت ما رجعت يعني؟ اول شيء ما في شك ابو فهد ولا لا؟ لا اول شيء ابو فهد ابدا نحن لا نشكك في حبك في اللي هوايتك ورغبتك انه هوايتك تنتشر ورغبتك انه الهوايه هذه تكون مدعومه بالعلم صح ومدعومه بالخبره والفائده، كون انه فائده الاكتشافات هذه تعود بالخير على المجتمع، وايضا تعود بالخير على وضعنا التاريخي ووضعنا في حضارات الامم. لكن يا طويل العمر في مشاريع جدا جميله، يعني على سبيل المثال عندنا في وزاره الثقافه مهتمين في جانب من الجوانب اللي انت تبحث عنه، عندنا الاخوان في هيئه السياحه وفي وزاره السياحه ايضا مهتمين في هالجانب، عندنا طال عمرك الاثار ايضا مهتمه في هالجانب هذا، عندنا الجامعات المتخصصه والجامعات البحثيه، يعني ما في شك انه العمل لما يكون على ظهر واحد او على كتف واحد صحيح اكيد انه بيثقله صحيح، وهذه طبعا صوتك الان وصل
أبدا من خلال تواجدك. أنا مستعد طال عمرك إذا في يعني مجموعات أو فيه مثل ناس أهل العلم الخبرة في هذا الموضوع ويبون أماكن ويبون دعم مني، أنا مستعد أفضلهم وقتي كله. يا سلام. فائدة البلد كفو. وفائدة طال عمرك يكون فيه معلومات عن قضية الجزيرة العربية وعما فيها. والله شوف أنا يمكن ما عندي إلا سناب يوثق فيها الأحداث هذه، ما بين رسومات، ما بين متحجرات، ما بين آثار قديمة خاصة الرحى، هذا الأشياء القديمة حصلها داخل الكهوف. جميل. ما بين النقوش القديمة، ما بين طال عمرك كتابات، ما هي رسومات قبل تجي الكتابات. حلو. ما بين طال عمرك أدوات قديمة كالفاس الحجر. فيمكن السنابي يمكن هو الشاهد الوحيد، ويمكن لو طلب مني أزود يعني أي جهة تقوم بالدور هذا أنا مستعد. فيك الخير والبركة. يلا الله. يا طويل العمر، طيب هل في سكن في بالنسبة للكهوف؟ يعني أنت الآن تقول إنه حصلت رحى وحصلت بعض الأغراض اللي موجودة فيها الكهوف، هل معنى ذلك إنه كانت الكهوف هذه مسكونة؟ ما فيش. أول ما سكن الإنسان الجبال، أول ما يا الخليقة سكروا الجبال، بعدين الناس تعلموا ما سوات البيت أو الطين أو كذا ونزلوا إلى السهل، وكانت الجبال تحميهم بعد الله سبحانه وتعالى من قطع الطرق من الحيوانات. إنك تحصل كهف يسكرونه من الأمام بالحجارة، يخلون منفذ بسيط، بعد ما يسكرون يجيبون يا جوبد ايه ولا يجيبون شجره كبيره ويحطونها في الباب حقهم، ويامنون في بعد الله سبحانه وتعالى وحمايته، ويصبحون افلحهم كلهم في دربه. طيب. وكثير نحصلها يمكن غرفه كامله لكن مع الزمن سقطت الحجاره الاماميه. ايه. للكهوف اقول لك هذه اللي حصلتها انا داخل الكهوف، يمكن مطموره حتى تحت. هل الحجاره كانت منحوته ولا بالطبيعه؟ لا لا، كهف مبني، هو كهف يعني مثل ما تقول الضلع متكون حاجة بسيطة كالغرفة، نصف غرفة، لكن هم يبنونه، موجودة الآن في جنوب المملكة أنا شفتها كثير على المدخل. إيه، لكن مثل في جبال الحجاز ومثل بعض مناطق نجد تحصلها هذه، طبعا يكملونها أمامية بالحجارة، يقفلونها نظام غرفة، وبعدين يجيبون طال عمرك شجرة كبيرة ويقفلونها على المدخل، على المدخل حتى ما تدخل الحيوانات السباع هذه وكذا داخلها. طيب في بعض الرسوم الموجودة أبسل عن رسمة مخروق، أنا أتمنى أني أشوفها في كل مكان. الإبل، هل شاهدت رسومات إبل؟ كثيرة. وين؟ في أي مناطق؟ جبل طمية، حتى النعام حصلت فيه مرسوم. جبل طمية طريق المدينة الرياض معروف، جبل طمية فيه من الرسومات ما شيء يهولك، حتى النعام دليل على النعام كان موجود، الإبل، القوافل، جميع أنواع حياة ويومية، يمكن ويعني ولا نبالغ يمكن أكثر من 2000 رسم، أكثر من 2000 رسم موجود. هذا في جبل طمية. هذا في جبل طمية. طمية اللي على طريق المدينة القصيم. القصيم. خط السريعي. الله الله. طيب في غير طمية هل شاهدت مواقع أخرى؟ كثير. يعني على شكل متكونة متحجرات. في نعم في المدينة حصلنا متحجرات قديمة. بين نباتات أبد تطلعها تقول هذا خزف من آلاف السنين، والله أنت تحرف تقول هذه خزف، مثل الخزف الحين المنقوش المرسوم عليه نفسه، متحجرات حيوانات طاعن منها حاجة بسيطة يمكنك ما تلفت انتباهك، لكن من كثرة التدقيق ويضغط للتدقيق في الحجارة يمكنك من هنا ليا مسافة بسيطة تأخذ لك وقت وانت تعاين، لأنك تعرف في الشيء. أمشي أنا وياك سوا أنا أشوف فيه أشياء، لأن خلاص طرت الهند وهي يمكنها نوع من الادمان، تدق صحيح، لكن لو بمشي انا وياك انت تمشي ما تنتبه، لكن انا بمشي وبدقق لاني خلاص اعرف اني بطيح بشيء، اعرف اني بشوف رسمه، بعرف بشوفه متحجر، بعرف بشوف، فهذه موجوده. الله يعطيك العافيه. طيب ما لقيت جره؟ الله يكرمك. الله يرزق العاد. خلصت سوالفكم، ما في الا سوالف الجن. ما قالنا تلفت يمين. لا هو الان دخل بنا في الرسومات لكن سبحان الله ارسل من قال يشبه باللبنان، يقولون يشبه ايه خالد بن اي والله سبحان نايف. اي نعم ما في شبه منه قاطي. ها اي والله الا والله تشرف ان شاء الله. امجد امجد والله قالوا في السناب عندي كثير قالوا تشبه له. اي والله كثير قالوا تشبه له. اي والله واتمنى مقابلته. ها يمكن على ما قالوا عزمينه. طيب في اسئله في الهاشتاج ابو والله موجهه لضيفنا. ابشر 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 في الوقت حتى نقفل. اي لا يمكن حتى في قصه من التاريخ السعودي في الجزيره العربيه يمكن من قبل 150 سنه، يمكن خلينا نغير جو جو المستمعين والمشاهدين. اي نعم ابدا والله. اي نعم تفضلي.
دام فضلك. فيه طال عمرك قصة حصلت يمكن قديمة يمكن فوق 100 سنة. هذا طال عمركم يتيم عايش مع عمه وله ابن عم وبنت عمه. ورابي مع عمه لما الولد كبر وفي أثناء مرحلة العمر صار بينهم حاكن هو ابن عمه يعني أمورهم ما هي بزانة. دائم متزعلين ودائم متضربين وتخبروا ويمكن تنافس عند بعض الأمور. كبر الولد وكبر عيال عمه البنت والولد. قال عمه أنا بجوزك يا فلان. عمه شيخ العرب دولة جوزه. ولا والله أن المشاكل لا زالت بين الولد وابن عمه. ما زالت المشكلة ما انحلت. ومن نوادر سبحان الله القصة في السوالف دائم تبدأ بداية ولها نهاية. اللي يقول عدل مسلسل الأفلام وهذا يقول أمه يقتل البطل أو يرجع لأهله. لكن هذه السالفة سبحان الله لا تختلف. ترجع النفس أنا مسميها السالفة المسدية. ترجع النفس حلها يرجع في نفس النقطة. المهم لا زال بينهم مشكلة. قال يا عم أنا والله ولد عمي فلان والله ما عاد أتحمله. حصل شيء والشيطان حريص ويحصل بعض الأمور. وش الرأي؟ قال الرأي والله أنا والحرمة هنا بنروح. الحرمة جالها هو حرمته جالها معك الوليد صغير توه يمكن أنها أبو 4 أشهر 5 أشهر حول. يا فلان قال والله يا عم بس اسمح لي أبرحل أنا المشاكل. إيه الله الله. المهم شال أغراض بيته ومعه طال عمرك من البلد مش معه وحط ورع في خرجه فالخرج الورع والحرمة على ذلول وهو على ذلول ومعهم مش معهم من البلد روحه. أخذ لهم يوم يومين. يقول يوم جاء هاك النهار يقول يا والله محولين على ماك الحينشل. إيه المهم شافوا يرمون يمين يسار. المهم هو يحول هو يجلس لهم ترى ما هم إياهم طال عمرك ويوم الله ما الله هداهم دولة طال عمرك هم يعطون هاك الطلق لا ذابحينه ذابحينه الولد ذابحينه هذا الرجال ولي الحرمة هي تطبح من الذلول اللي هي عليها طال عمرك وتزبن جوزها. شوفوا حي ولا ميت. لا أثناء هذا كثر الرمي الذلول اللي عليها الورع طال عمرك انطلقت هجت الورع في ظهرها. قولي التفتي لا والله ما عاد حولها شيء. روحت الذلول وهي تنكب على جوزها وتصيح الذلول لا عاد يمديها تلحقها والرجال مات. اجلست لها عليها يوم وجو معها بني سبيل هذه وين يبرحوا. يا والله ان الحرمة عند الرجال الميت. يا حرمة انت ايش علمت؟ قالت والله العلم كذا. وين اهلت؟ قالت اهلي في المكان الفلاني من سيرة يوم. والورع ما تدري وين راح. راحت غابت عليها الشمس البارح. قالوا وقل حنا بنودي سلات حنا والله انا رايحين درب ما هو. قالت بس ودوها لاهلها. ارجع عمل الميت وادفنوا رفيزهم مدوروا حولهم الذلول اللي عليها الورع. لي والله لا في لا ذلول ولا ورع. لا اله. الذلول راحت ما ادري ايش كثر اخذت تمشي طال عمرك وجوها هكا الاجواد خبروا البدو من اول. هذا شاد وهذا ناز وهذا عساس وهذا ايه الله الله وهذا يطمع بعد بالحياة. ايه بالله. يقول يوم جو طال عمرك يا مرت هذه الذلول والله فتشوا الخرج يا والله ان الورع فتش. لا اله الا الله. اللي هو والله نعم قال يا ولد الورع هذا يا فلان. قال نعم. قال الرجال عندي مزكر. ايوه الورع ذا ما دام ما جاء لحد تبنى ترى يمكن رزقين جاب ساق الله لك ذلول وراعيه. الله الله. وهم اهل الديره ذي ديرتهم بعيد يمكن ما تقول مثل 1000 كيلو وزود. أخذهم الورع والذلول ورحلوا وراحوا. المهم أخذوا هذا جاء عند حرمته وربوا الورع منه على أن ولد قروا الجيل اللي مع الورع ذا على أن هذا من العائلة دي. يوم جاء الورع 18 حول من أقول في سن الرشد يره الله. هي اللي والله أن قال أبوه يا فلان يوم تبنيه أنا بجوزك بنت فلان من جماعتي. اسمعوا وتخبر الشباب والناس وكذا. راح طال عمرك ورد هو على العد ويحصل لها كالأقشر داري إنه خاطب بنت فلان وإن هذا يبى بنت فلان. إيه قال أنت سمعت إنك خاطب بنت فلان. قال الله خاطبينها. قال ترك ممنوع عنها. ومن هالكلام قال هذه بنت عمنا وما ادري ويش حاجرين او حاجه. قال المهم قال انت منا اوه انت منت منا. شوف حصلوك في ظهر مطيه في خرج والله ما نعرف ولا ندري ايش اصله. لا الله الله ما كان يدري ما علموه. ما كان يدري. لكن هذا الناس الثانيه اكيد اي 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 لكنهم محافظين على مشاعر انه ما يدري الولد ذا.
اللي هو والله طال عمرك يوم ما الولد جاء الشيء ما أول مرة يسمع عبى قربه معي طال عمرك وعود العربة يوم جاء لي أمر هذا مو أبوه اللي هو والله خاطره واجب اي بالله يا فلان علامك سلامات قال يا يب هنا ولدك قال عين خير أنت ولدي كيف ما أنت ولدي قال أنا سمعت لي كلمة من فلان وهذا ما يقول يقول إنك ما أنت منه قال لا أتركه معلك منه هذا كلامه ما بس ما بصحيح قال والله ما قال الكلمة ذي إلا وراها شيء إيه حدهم قال أقول لكم والله ما علمتوني أذبح نفسي ما علموني وسأل لي أهل أبدورهم وما حصلتهم برجعكم صحيح منا المهم شوفوا الصام للولد قالوا شوف يا ولدي والله القصة كذا وحنا حصلناك في ظهر ذلو والله ما ندري في خلف الله الله ما تعرف ما عمك وسمعتم يا سلام هذه الفزعة يا أبو ايه تحسك العافية قال والله ما ندري وين هل كل عرف عن شيء إلا يا ولدي حصلنا ملفوف فيك لفة وعلى الوفة اللفة منقوش وسم ابن خبره يخطنا الحريم اي ولفات وامك لفتك به لا وهذا دليل على وسم ابلكم لكن ما هي فدي ارضي مسافات يعني مثل ما تقول الف كيلو وزود اي والعربان اللي حوله ما يعرف الوسم ذا الولد اخذ الرقعه حصلها مع امه محتفظات بها العجوز اخذ الرقعه ذي طال عمرك وقام يدور مع العربان وينشد عنه ذا ويروح يغيب له 10 ايام 15 يوم ويعود الاهل ما وفق ذا أن يحصلهم وهذا هو ابن حلال قال ما خذ له فترة طال عمرك ويوم من الأيام راح بعد بس المرة ذي أبعد يلا الله يقول يوم أنه طال عمرك جاء حول العصر اليوم والله نزل له طال عمرك أدخل عليه والله هاك البيت الشعر اليوم والله هاك الرجال ومعه هاك الحرمة بنت له قال الليلة بمرئ عندهم المهم يوم جاهم أمر عندهم وسوالفهم يا هلا يا مرحب من هالعلوم قال يا ولدي أنت قال أنا والله جاين أقنص وجاين تقول مل من كثر السؤال ولا بغي علمه ومل من السؤال أخذ الفت قال اجلس عندنا يا ولدي أنا ما عندي أنا البنت هذه وش رأيك بك عندي هنية في الحلال قال افدع الله أبو فهد سم. والله إن السالفة ما تنمل أي سم حلوة نبي إذن أبو سم. سليمان أي تمام عز الله سالفة أي والله جميلة جدا هذه سالفة يبيلة الله يعافيك جمل حالك يبيلة تركيز سوالفك حلوة والله الله يطول عمرك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا